يا الله شوفي نسيت شحني التاني، على الأغلب نسيته فوق. انتوا روحوا ملحقكم بعد شوي. تمام. ليش عم تضحك؟ ما في شيء. لا في في قول. انت ما بتتركي بس فرصة صغيرة لحتى نكون لحالنا شوي، ولا فرصة. رح تترك هالمدرسة؟ ايه بس قديش معي وقت؟ 10 10 ايام قليل. ما رح لحق، ما وافقت. 9 8 10 وإذا ما رحت؟ عندي بوت قوي وضربته منيحة، بروح بلبسه وبرجع فورا. بس نحن اليوم عاملين هدنة. ايه صح. بدك تطلع؟ شو يلي صار؟ علقنا بالأسانسير. انت عملت هيك، انت عملتها. لا تبلشي تحكي هيك هلأ. انت عملتها، مو غريبة عنك هي العملة، ليش عملتها؟ رؤية يا براك، أنا ما عملت شي. أنا ما فيني ضل واقفة هيك، أنا ما فيني على هي الأماكن، ما فيني ضل هيك بختنق. عندي فوبيا، بخاف كتير، بخاف كتير، ما عم بقدر اتنفس، ما عم بقدر. طيب حاولي تهدي شوي. ما عم بقدر. هلأ بيفتحوه روقي. شو روق؟ كيف بدك يعني روق؟ لك أنا جدبة، ليش ما طلعت على الدرج؟ ليش ما عملت هيك؟ ليش؟ نفسي عم ينقطع، ما عم بتحمل. اهدي يا براك. ما عم بقدر. يا براك، يا براك روقي بس شوي. روقي هلا بيجوا بيفتحوا الباب. ساعدوني، ساعدوني، أنا هون. لك اطلعوا علي. هي بترجاكي اهدي هلا بيفتحوا. أنا ماني منيحة. الموضوع ما أنا ماني منيحة. شو صار لك؟ ما عم بقدر آخذ نفس. يا براك انقطع نفسي. ساعدونا، شو بكون؟ يا براك حدا يجي يفتح الباب. رايح دور على جميل وجيبه. ما في حدا هون. ماشي يا أخي ما بطول. إيه طيب يا براك روقي، روقي شوي بس. اهدي رح يمشي الحال. أنا شوي ورح حل الموضوع، رح طالعك من هون بوعدك. يا طويل بالشنطاية، بالشنطاية في دواء. حاضر. أعطيني إياه بسرعة. لقيته. خدي هاد مسكن يعني؟ إيه تمام. يا براك كأنك أخذتي دواء كتير؟ كان فيكي تاخدي بس نص حبة. شو صار؟ طمنيني صرتي أحسن؟ تمام يلا شوي وبيجوا ورح نطلع من هون. أنت عندك فكرة مين بكون أنا؟ مين أنت؟ ما بتعرف مين بكون أنا، أنت ما بتعرف، أنا كنت بعرف. أنت أخذتي كتير دواء وبلشتي تخبصي. إيه لك هذا اللي كان ناقصني أنا. يا طويل، يا طويل، ما عم حس بإيدي، بقرصة بقرصة، ما عم حس بشي. يا براك ما راح تحسي لأنه هي إيدي. لهيك تركي إيدي. طيب بعتذر. اهدي شوي ورح نطلع. شو هاد؟ شو في جوا هاي المي؟ شو فيها؟ شو هاد؟ طيب روقي شوي يا براك. خود شو؟ لك لك انت شو عملتي يا براك؟ ليش عم تعيط علي؟ انا ما بعرف شو عم بعمل. شايفني عم بعرف شو عم بعمل؟ طيب انا بعتذر. يا طويل، يا طويل. نعم. الأحصنة، الأحصنة جاي، الأحصنة جاي. ليك جاي. شو عم بيصير؟ ليك ليك لا تجو. أحصنك شو؟ اهدي. لا تجو. بعده بعده عني. يا براك اهدي شوي. ليك جاي جاي. يا براك ليش هيك عم تعملي؟ شو بك اهدي؟ أحصنك شو يلي عم تحكي عنها؟ بعده. يا براك أنا ما عم بفهم عليكي أي شيء، شو عم تعملي؟ ما عم بقدر اتنفس، نقطع نفسي. روقي شوي وبيخلص كل شيء ونطلع لبرا. لهلا ما صلحوه. اهدي شوي ورح نطلع انا وانتي لبرا. اهدي ما
عم بقدر اتنفس يا طويل. طيب بس قولي لي شو اعمل لك لحتى ترتاحي. بصراحة في شيء. طيب ماشي كملي كملي شوفي. بس كتير سخيف. بس لهلا ما فهمت انا وين المشكلة بالموضوع. عبيتي كل شيء مي؟ لما كنت صغيرة وقت خاف كان بابا يعمل لي حركات مشان يضحكني كتير. شو يعني؟ يلا ساويها لو سمحت. يا براك لو ما شفتك كيف شربتي الدواء كنت فكرتها لعبة. عم تلعبي معي يعني؟ كنتي عم تقرصيني؟ الأحصنة والمي كله كان تأليف؟ حرارتك مرتفعة. أنت بتأكد إنك منيحة؟ يعني ما رح تعملها؟ هون؟ أنا من وراك رح أنتهي. خلص خلص ما تعمل شيء. إذا بدك ما تعمل. حالتي سيئة. طيب مثل ما بدك. خلص اتفقنا. شو عم يعمل؟ والله علمي علمك يا أنسل. شو رأيك يا براك؟ هيك منيح؟ كمل كمل. مبين إنك صرتي أحسن. خلينا نوقف معناتها. بدي منك تهز خصرك كمان. إيه. إيه يا طويل، أنت لازم تكمل للآخر. بس بكفي. من شوي كانت حرارتك عالية، وهلأ صرتي أحسن. نرفع الحرارة شوي. ايه ليش لا يا معلمتي؟ في شي مناسب بهي الحبة. أعطيني وحدة. خدي جربي هي. ليكو ما بيطلع على درجة طويل. أسانسير وبس. بلشتي تتحمسي. عندي. يلا. يلا. ما بدك تطلع؟ كمان معنا ها؟ شو اللي صار؟ حلوش؟ وين أجوز؟ خلال يوم واحد عملت شغلتين بشعين. خبروني شو رأيكم برأس الطويل؟ لسه بدك تدريب أكتر. منشوفك يا طويل. باي باي. باي. نعم احكي شو؟ ليش هيك عملتي؟ شو؟ هاد. شو هاد؟ وليش عم تضحك مثل المجانين؟ انت بتعرفي يا براك؟ ما بعرف. اذا بقول 30 اغسطس وبقول اعمال اللافته كل اسماء يلي سجلوا ملزقين واسمي مو موجود. استاذ وين مكاني؟ ولما سالت الاستاذ دلني على مكاني. في حدا شاطب اسمي، بتعرفي مين هو؟ حدا بيقعد قدامي أو حدا
ما بده إني أقعد قدامه، ما هيك؟ أنت هلأ عم تحكي هذا الحكي إلي أنا؟ قصدك أنا اللي عملتها؟ لا، أنا شفت هذا الشيء وكانت ردة فعلي واعية. بالنهاية نحن عقلنا كبير، صح؟ مو هيك، بس انت كيف فيك تجي وتقعد قدامي يعني بمدرسة فيها كل هدول الناس؟ احكي يلا. فينا نقول انه صدفة حلوة؟ اكيد اكيد. انا شو بالنسبة لإلك؟ بالنسبة إلي، باريش أوزونسوي بيكون ملف، بتحس إنه بدك تضغط على اليمين وتحذفه لأنه على طول هيك مثل الاختصار. أكيد في عندك براسك تحالم ودماغ لأنه ما فهمت، روح بدل مكانك. لا، أنا مكاني منيح، اطلع لي على يابراك مضموني بالجنان. أنت مجنون يعني؟ أستاذ بيعمل 10 بروفايلات بس بعشر ساعات، أقل شيء خلصني بدل مكانك. بتعرفي أنا شو رح أعمل هلأ؟ رح آخذ هاي الورقة. إيه. ورح أكتب اسمي عليها. إيه، بتلزقها قدامي ما؟ تماماً، بس إذا بتريدي ما تخربيها. شوف أنا شو رح أعمل يا طويل. خرب كل الشغلات التافهة، المهم إنه أنجح بالشيء المهم. وبعمل هيك بالمدرسة كمان. ما بهتم للأشياء السخيفة، وبقضي يومي مع شيء مفيد ومهم. أعملي وكتري. رح أعمل. بلا غلاظة. الله، شو هذا؟ ليش هيك؟ شوفي يا برا، يعني ولا شيء على الأغلب. شو بيعرفني؟ مرحبا. أهلين. شو هاد؟ يا الله، رح جن. شو هاد؟ مين عم يعمل هيك؟ ما بعرف مين كان موجود قبلي هون. لما اجيت انا ما كان في حدا. اي منتسلى عن جد. لك شو هذا بقى؟ ما بعرف، وانا هلا شفته. ايه صراحة ولا جرأة؟ شو ما بدك. أنا هالمرة تدربت منيح. شوفي بهي الأوراق اللي هون، فيهم شي أسئلة وشي مهام، أنت يلي بتختار. طيب بس يمكن كون عم اكذب، شو بيعرفك أنت؟ ايه وقف هون، 12 سنة، واحد منكم بيحمر وشه والتاني بيرجف صوته، أنا بفهم عليكم. ولنقول إنه طلعتنا ورقة وما بدنا نعملها، شو هي العقوبة؟ بوقتها أنا رح أختار أي شغلة من الصندوق ورح لزقها على راسك، وبعدين بترجع بتصحى، وإذا كمان ما عملتها برجع بلزق لك واحدة جديدة بنفس الطريقة على راسك، والشغلة يلي تلزقت بتضل موجودة وما بتنقام لتنتهي اللعبة، تمام؟ وبما إنه هالقد صار عندك فضول جوكهان، خلينا نبلش معك، شو رأيك؟ افتح بس مباشر وروست ويركر. اوه يلا روح عنا يا. ما رح اعملها. ما بدك؟ اخر كلام؟ اوه
قديش ضليت لابسه لهذا انت؟ والله شي 3 شهور تقريبا. انت بدك هالشي اخي؟ لك خلص بعده عني. يلا 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 خلصنا. لطيف شو هاد؟ ما معقول شو هاد؟ عن جد بلشت تقلب معدتي. رح يضل هيك هلا. بس ريحته بشعة كثير ما؟ وهلا فيك ترجع تسحب من هون جوكان وتجرب حظك مرة ثانية. بدك تغير وضع العلاقة وتحط انك مرتبط مع يلي على يمينك. ليك اخي نحن منعرف بعضنا بس الناس شو بدها تقول علينا؟ حتى ما تفكر بالموضوع اكيد لا. يلا تحمل العقوبة لشوف. يلا سنان العقاب. شو دخلني هذا عقابك؟ شو خصني انا؟ قال عقاب قال. اخر كلام؟ رفقاتي جاهزين انتو؟ انا رح اسحب. يلا خلصنا. طلع من هذا الشيء ريحة البشعة؟ لا انت مالك طبيعي صراحة. هي من الاكل اللي كان زايد بالمطعم. يلا يا براك هاتي اللزق. يلا لاحقتك. هذا مجنون ما بهمني. يلا يلا اعطيني لك عجوز. بوكان لك بعيد. ايش سبته انت؟ هاللزقة هون لتتعادل الروايح شوي. ما هو شو بشعة. يلا 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 تمام. ايوه خلص خلص. وهلا دور اللي بعده سنان يورا الماز اصحاب لنشوف. بدك تاكل بصلة كاملة وكأنك عم تاكل تفاحة بشهية. وبما انه ما في بصل ابدا هون هذا مستحيل. اكيد عم تمزح. لك انت لاي مرحله واصل بخباستك هي؟ سنان بيك اسمح لي اقدم لك هالبصله. لك لا لا رح تاكلها كلها عقوبه لالك. هلا انت مستعد كمان؟ يلا يلا يلا. بدك تعترف بحبك لشخص انت بتختاره عشوائيا من جهات الاتصال بتليفونك. نختار حرف. حرف الباء. اي واحد؟ الثالث. الاسم الثالث من حرف الباء. كلهم بيكونوا يلي تركتهم من قبل. بيلما، بانو، بيريل، بشرى، كلهم بيناسبوني. ما في غيرهم؟ في بس ما بيناسبوني. الأخ بهاء الدين. تمام هذا هو. شو العقاب؟ العقاب؟ أكيد. ليش في شي غير العقاب؟ أنا عم أتصل ببهاء الدين. اتصل. يلا. ألو مرحبا بهاء الدين. أنا بحبك كثير يا أخي. الله يحفظك يا رب. بس بدي أقول لك إنه هذا ما نوع حب حقيقي. عندي مشاعر تجاهك. يعني أنا حبك لدرجة إنه قلبي بدق بس أتصل فيك وشوف اسمك على التليفون وكمان. ألو؟ بهاء الدين سكر بوشي. على كل حال أنا برجع بشرح له. وهلا صار دور علي بيج. تفضل. إذا كنت بتحب وحدة ما منعرفها خبرنا اسمها. يلا يلا خلصنا لنشوف. احكي مين هي البنت. التهينا من يومين وما حكيت لنا. أكيد ما رح تاخد العقوبة. رح أعرف الاسم. يلا يلا. قلت لنا أنه من الصف. قول اسمها وخلصنا. إيه بس ما في داعي بنوب. إيه يلا قول يا أخي خلصني. ليك حالتي أنا. يلا مين هي؟ مين البنت؟ يا براك. نعم كميل. المدير طالبك لعنده على المكتب هلأ. روحي لعنده بسرعة. طيب أنا بلحقك هلأ. تمام بنتي تمام. حتى لو رحت أنا راجعت لك ماشي؟
حاسس إني رح أستفرغ. استنى بس لأقوم. اسمك عارف؟ إيه نعم. طيب بطاقة المناوبة كتير حلوة، فيني أخدها؟ إذا أخدتها شو بدي أعمل؟ هلأ أنت أعطيني إياها وأنا بقول لك شو تعمل. ما بتعرف شو بدك تعمل ما؟ بس أنا رح أقول لك شي، ما رح تخبر حدا عن يلي صار، مفهومي عارف؟ طيب خلاص مثل ما بدك. أكيد لا. أنت عم تمزح؟ لا، اليوم نحن مع بعض. فرحتي ما؟ فرحت كتير عن جد، هذا الخبر كتير حلو، ما كان ناقصني إلا أنت. ساعدك بشي؟ عن جد أنت بدك تساعدني؟ لك عم بدي غير المدرسة، غير المدينة، غير الدولة كلياتها يا طولان. الدولة كلها؟ مثل ما سمعت منه منعتبره هجرة عقول. خلص روح، تركني بحالي. إيه لا، ماني تاركك. أنت منيحة؟ منيحة هيك رح تضل فوق راسي كل الوقت؟ مو معقول. وأنا كنت عم فكر بنفس الشيء. أنت شو؟ روح هلأ، يلا خلص، يلا روح، لو تعاقبت مؤبد أحسن. أنا عندي شغل كتير، روح من خلقتي. مع الأسف نحن رح نضل هيك، حاولي تتعودي. عفواً، بالغلط. لسه في عنا شغل كتير، رح نكون مع بعض وننظف الصالة الرياضية. يسلموا إيديك بابوش، عصفورك أقول. طيب لسه في عنا شغل، مثل إنه ننظف غرفة الموسيقى. تسلموا إيديكي تيتان الصغيرة، عصفورك علي. لازم ندهن غرفة الإضاءة. الغرفة صارت بتجنن، جوكان. شو يا طويل؟ بدك يانا ندهن مع بعض؟ وتعمل حركات آل رومانسية، ندهن أنف بعض ومدري شو؟ ما رح نعمل شي من هاد، لا تحاول تحلم. إيه؟ لسه في صف التكنولوجيا، لازم ننظفه منيح. يلا لنشوف. اوه صارت لعتي. الصف مثل الورد، ان شاء الله يكون عجبك اختي. سنان مبين انه ما حدا فيهم كان قاعد، ما زبطت معك هاي المره لانه خلص العقاب يا شاطر.